إن لقد أقدم بالإثنين بالعذر وتغيب الأخت نهيلة الموس والأخ اليعقوبي. الآن أمر إلى التصويت على هذا العذر. لقد تقدمت بشهادة طبية السيدة نهيلة الموس. والآن نمر إلى عذر السيد محمد. لقد تغيب لظروف غادر عن أرض الوطن وتقدم بعذر وقد طلب إخباري فهو أمامكم ونعرض عليكم هذا العذر للتصويت. المدة المخصصة هنا لمدة الخيرين هي 3 دقائق. والآن طبقا للفصل 106 من قانون 14 المتعلق بالجماعات المحلية سوف أوفيكم بأهم الأنشطة التي قمنا بها خلال الدورتين العاديتين دورة فبراير ودورة مايو لسنة 2024. في البداية حضور جلسة انتخاب رئيس مجلس مجموعة الجماعات الترابية الشرقية بمقر ولاية جهاز الشرق، حضور اجتماع لجنة الضم الذي عقد بمقر قيادة معاد، حضور أشغال اللجنة المكلفة بمعاينة شكاية المواطنين المقدمة لمديرية وكالة بحيرة مارتشيكا المتعلقة برخص البناء، حضور أشغال اللجنة المكلفة بمعاينة أشغال بناء المساجد بجامعة معاد، حضور بوجدة لأجل دراسة مجموعة من الملفات المتعلقة بخلق مشاريع استثمارية بتراب الجماعة، حضور اجتماع بالوكالة الحضرية لدراسة المشاكل المتعلقة برخص البناء بالدواوير التي تم تحديد مداراتها والتي تعرف ضغطا عمرانيا، عقد اجتماع مع السيد الكاتب العام للعمال بحضور مختلف رؤساء اللجان الخاصه بالمجال القروي لاجل تبسيط مسار رخص البناء بالمجال القروي، حضور اجتماع مع اعضاء اللجنه المختلفه المكلفه بتسليم الشواهد الاداريه المتعلقه بقطاع الكهرباء والجماعه المعد، حضور اجتماع المنعقد بمقر العماله بحضور اعضاء اللجنه الاقليميه المكلفه بعملية تحديد مدارات الدواوير والمناطق القروية التي تعرف ضغطا عمرانيا متناميا برئاسة السيد عامل إقليم الناظور، وتم التوقيع على تصاميم تحديدية للدواوير، وكما أكد السيد عامل أن هذه تبقى قابلة أن هذه التصاميم تبقى قابلة للتحيين كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وأن هذه التصاميم ستصبح الإثار المرجعي لتدبير ملفات التراخيص على مستوى هذه التجمعات السكنية. حضور اللقاء الدراسي لعملية إعداد انطلاقة عملية الإحصاء الوطني للسكان والسكن سيما على مستوى إقليم الناظور برئاسة السيد عامل إقليم الناظور وحضور المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط الذي انعقد بمقر عمالة الناظور، حضور اجتماع بمقر دائرة فرعية وذلك من أجل المصادقة على مخطط العمل لبرنامج تدور الخصائص في التجهيزات والخدمات الأساسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2024. والآن أعطي الكلمة للسيد كاتب المجلس سوف يتلو علينا ملخص الدورة السابقة. مقر على قسم الجماعات الترابية للعمالة. النقطة الرابعة الموافقة على تخصيص مبلغ 200 درهم متخصص لتعويض الحجرة الدراسية من بناء مفكك للمساهمة في رأس مال شركة التنمية المحلية الناظور المسافرين. تم إحالة مقرر على المجلس. الآن نمر إلى مناقشة النقطتين التاليتين. السيد الرئيس في إطار نقطة تتعلق بالكسير وكذلك بجدول الأعمال. أولا فيما يتعلق بالكسير قدمت لنا ضيف حاضر معنا قلت له أنه يمثل الاحتلال المؤقت. ما فهمتاش هذه واش كانت المؤسسة العربية؟ مية وغادر. إذا ممثل إدارة مية وغادر. نعم إذا قلت ممثل الاحتلال المؤقت ما فهمتش كيف يمثل هذا الاحتلال. لا غير كذا فهم باش تكون حاضر معنا. ثم كذلك في مسطره الاعتذارات المقدمه اثناء عرض السيده النائبه قلت شكون الموافقين وافقنا بالاجماع وما قلتش الممتنعين او المعارضين. فيما يتعلق بالسيد العضو المستشار السيد محمد اليعقوبي سلكتي المسطره ديال الموافقون والمعارضون والممتنعون فقط. هذه هي المسطره الصحيحه ولكن نشعر بنوع من التمييز. اما فيما يتعلق بموضوع تدخلي في اطار المصادرات تتعلق بجدول الاعمال، السيد الرئيس في الدوره السابقه ديال فبراير صدق المجلس
على إقالة اللجان الدائمة للمجلس. ونظرا لأهمية هذه اللجان، كان من المفروض عقد دورة استثنائية بجدول أعمال تتعلق بانتخاب تشكيل لجان وانتخاب رؤساء هذه اللجان نظرا لأهميتها، وكذلك نظرا للمجلس، وخاصة أن الأمر يتعلق اليوم بدراسة نقطتين لهما أهمية. كان من المفروض أنه سيكون هنا التقرير ديال هذه اللجان. لذلك السيد الرئيس لم نفهم أن هذه اللجان دائمة، وفي بداية كل مجلس جماعي مباشرة بعد انتخاب الرئيس عقد دورة استثنائية للمصادقة على النظام الداخلي، وبعد كمال مسطرة ديالو، يعني بعد إلى درس السلطات الإقليمية، واش السلطات متابعت ولا ما متابعتش هو غتقول لينا. إن لم تمتنع السلطة الداخلية جات النية يعتبر المقرر ساري فور، وبالتالي يجب عقد دورة استثنائية، أو على الأقل كان من المفروض إدراج هذه النقاط في جدول الأعمال اليوم من أجل انتخاب اللجان واستكمال هيكل المجلس. لذلك السيد الرئيس بغيتك توضح لنا شنو واقع هذه الأمور. صافي، شكرا. الممتنعين والمعارضين كاملين راه يدوزوا لوينا، لأن راح تدني لي عقوبين، بعض صوت بنعم بعض صوت بنعم. أما فيما يخص اللجان هما تطلبوا، مادام طلبتوا تشكيل اللجان ثم لا تطلبوا الانتخاب، لأن فيما يخص رؤساء اللجان قلوبهم لقد استهلكوا مسطرة المحكمة الإدارية. شلون عند المحكمة الإدارية؟ شحال من لجان؟ ولي لجنتهم هما تعرفوا المقرر، تعرفوا حتى فيا أنا. ومن بين أنت تعرفتي بأنني زورت المحضر. التفاعل في إطار لجنة النظام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سيد الرئيس القائد، سيد أعضاء المجلس، سيد ممثل وسائل الكلام، سيد الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفاعلا مع ما سمعناه من كلام حول عدم إدراج نقاط تتعلق بتشكيل أو انتخاب رؤساء اللجان، وكذلك تشكيل اللجنة الخاصة بالميزانية. كما قلت السيد الرئيس، قضيتها في المحكمة والتي طرح وليت هو الرأي العام فقط. في الحقيقة نحن كنكتب المجلس كنا ننتظر طلبا كعادتكم، كما يسمح لكم القانون، نصف عدد أعضاء المجلس لهم الحق أن يطلبوا من السيد الرئيس إدراج نقاط في جدول الأعمال، وكنا ننتظر ذلك في دورة مي ولم تفعلوا ذلك، مع العلم أنتم من أقلتم رؤساء اللجان والنوابين، وهذا ما لم تفعلوا. كما قال السيد الرئيس، القضية هي في المحكمة الإدارية، عملت الناظر طبعا أجابتنا، ونحن ذهبنا أو المعنيون بالأمر سادة رؤساء اللجان ونوابهم ذهبوا إلى المحكمة الإدارية، وغدا لدينا جلسة خاصة بهذا الصدد بهذا الموضوع بالضبط، وهو الطعن المقدم من السادة أعضاء رؤساء اللجان كلهم ونوابهم طعنوا في المقرر المتخذ في دورة فبراير والذي يقضي بإقالة رؤساء اللجان. إذا نحن أمام القضاء، واليوم كما ذكر السادة السيد جلسة خاصة بهذا الموضوع في المحكمة الإدارية، جلسة طعن مقدم من طرف السادة رؤساء اللجان، يعني 16 مايو غدا المحكمة في جلستها الأولى، وهي غادي تقرر ماذا تقرر في المسألة ديال عندنا نقاط متعلقة خاصها تدوز في سميتو. المجلس له كامل الصلاحية، السيد الرئيس عندما يعرض التداول أو عدم التداول، ثم وافقتوا غادي ناخذوا مقرر بها والإعمال، إذا ما وافقتوش تؤجل النقطة والنقطتين، والحمد لله رب العالمين. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا سيد الرئيس، سيد القائد، السادة الأعضاء، السادة الحضور، السادة وسائل الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفاعل مع ما سمعته من السيد عبد الرحمن، ذكر أن المثل المسجل لم يتبقى من الأغلبية العددية طلب إدراج يعني ما بقاش دول يعني لجان في دول الأعمال. سيد الرحمن، أنا باعتباري أن الأول
والأخت باعتبارها النائبة السادسة. و النقطة أو المادة 38 مادة 38 من القانون التنظيمي يعني تقول يعد الرئيس نقاط جدول الأعمال بالتعاون مع أعضاء المكتب. سيد الرئيس لن تستدعي له للإجتماع للمكتب السياسي عفوا للمكتب ديال المجلس المكتب الوسيقي ربما لدوارات تقريبا ربما الأغلبية دوارات ديال 23 ما استدعيتينيش لاش كتفتح لها حاجة بالنسبة أراه من حقي أنني نحضر لأنه بالنسبة للجامعة المعارضة راه كاين مشاكل. دابا جوج نقاط، واش حقا أن ساكنات جماعة معارض ما عندهاش مشاكل متعددة ومتداخلة يعني وبالتالي هذا الجمل تبع فاش دابا التقرير ديال اللجان غادي نعرفوا بالنسبة احتلال الملك الغابوي التأثيرات ديالو الإيجابية والتأثيرات ديالو السلبية نعرفوها. بالنسبة للجمعية الرياضية نشوفوا اللجنة المالية غادي تعتبر التقرير ديالها على حساب واش كاين السيولة ولا ما كاينش بالنسبة للمجلس، وإن كان إمكانية أنهم ندعموهم يعني خلال هذا الشهر ولا كان معتاد ربما مع انطلاق الموسم الرياضي. بالنسبة للمشاكل السيد الرئيس على كاين ما يعني الساكنة تعاني، ما هو اجتماعي، ما هو ثقافي، ما هو رياضي، ما هو تنظيمي. سيد الرئيس كاين مشاكل متعددة آخرها الإنارة، على كاين الكاميول، كاين العتاد، كاين تقنية كيطلبوا باش تمشيو تصاوبوا الضوائر ديال المعارضة. واش قلت لك؟ ما قلتيهاش أنا شنو أصدقائي أنا أنا باعتباري كنمارس المعارضة من داخل المكتب. لا أنا معارض في المكتب. إيوا شنو الرئيس واش غادي يدير؟ استدعيني نحضر. أنا لا تستدعي شنو أنا باعتبار شوف أنا ماشي مع المعارضة، أنا معارض من داخل المكتب. واش أنت كتدعيني كتقول كتشد عليك تزور وتستدعي؟ أنا كما شوف واش أنت كتقول لي كتزور وتستدعي؟ ما مسموح بالنسبة للقطاع. ما عنديش شوف أسيدي الرئيس في الدورة السابقة وأنت ولا سي عبد الرحمن قلتوا بالحرف الواحد هكذا. ولكن ماشي تقولوا التصوير ها؟ ماشي التصوير شتي التصوير الحكمة هي اللي غادي تقول ولكن الحكمة ولكن التصوير حنا بالنسبة للمقرر المدخل شوف أسيدي الرئيس أنت اتهمني بالشيء تعال دور شوف أسيدي الرئيس المقرر المتخذ وهو أنه 14 عضوا عاينوا حنا 16 بينا رفضنا المعاينة أشوف أسيدي الرئيس واش نقول عاينة عاد نقول عاينة 14 واحد لا عين المجلس علاش بالنسبة للمقرر السابق ماشي سمو ماشي كنت سمو التير بالنسبة للمقرر الأول سمو التير بأنه نحن نسحبنا نسحب كنت غادي نسحب شوف أنا رجعت شوف في المقرر السابق في المقرر الأول قلتوا بأنه المعارضة 16 عضو انسحبوا بقي 14 عاينوا وبالتالي نفس الوقت نفس المقرر أن الأغلبية انسحبوا ما عفونا رفضوا المعاين حنا كنا كنقولوا بالحرف الواحد حنا كان عينوا اليوم وهو ان السيد الرئيس ما كانش كيقرا علينا الاعذار ديال شوف هذا هو الاخر حنا رفضنا المعاين شوف ما متفقينش مع المعاين واش انت كتدخلني واش انا موافق معاك انا موافق أدير هذا المقرر إنه كاين اللي كياخذ المعاينة أنا ما موافقش على المعاينة سيد الرئيس أنا ما موافقش شوف على الموضوع شوف عرفتي ولا ما عرفتيش عينتي ولا ما عينتيش عين المجلس هذاك بقوة القانون عرفتي ولا كرهتي المجلس ماشي غادي تصوت الآلية الديمقراطية الأغلبية أه باش تصوت عليه الأقلية لا تقل لا تقل أنت شندي الزور والله يا شندي الزور شندي الزور أنا ما عرفتش على المعاينة
الآن مرة لأنه سيد الرئيس دياب كان لا سيد الرئيس شو بني على نفسي على كيش لي جزي يعني أخذت نقطة إذا كيش الله يجزي هو جزي هو الله يجزي وما تأخذهاش نقطة ما بديش الله يجزيك ما يجزي كان يقول الله يجزي إنسان زيادة إذا ما يجزي يجزي نتاع الشهادة دي الدم زول ركزوا هو كسيد الرئيس هو جين بوجه ديال خالص لا سيد الرئيس اسمح لي تفعوا لنا إذا سمحتي اسمح للسادة الأعضاء سيد الرئيس اترك نقطة كده قبل لا شوف كده لا شوف لا شوف أنت كنت جاوب أنا اترك نقطة كده لا شوف اسمح لي خليني نهضر الرئيس ديك الساعة إذا كنت غتهضر بهالطريقة ما كاينش غتخلص التعويلة اسمح لي سيد الرئيس تخيل لما يجيش هذا المجلس نقطة أنت سيد الرئيس باش غادي تجي تقول كلام وعلاش ما بينيش وتقول لي وعلاش كنعاود بان تقول لنا وعلاش ما بينيش عليك الشعر يقول الشعر وما نسمعش لان في المجالس الرجال وكاين غير ذلك لذلك ماشي بالضروره انك باش تستمر خصك تكون مع الخايب لان خصك باش تستمر خصك يكون عندك فريق حتى هو في المستوى ديال المواكبه ايوا راه باش انا ولا هذا قول الرئيس اللي كيقول لي لو كان كنتي مزيان غنبقى شنو اللي فيا ما مزيانش ونهضروا ما فيك مزيان واش كاين مزيان واش انا كنقول فريق ما مزيانش لذلك علاش ندير لك التسكين حتى انا لا والله لذلك حنا ماشي الموضوع في المجلس السيد الرئيس ضمن الحق ديال التليفون هضرت على معاينه الاقاله تفضل معاينه الاقاله نسمع من جوج خليني نسمع من المعاينه ديال الاقاله كتبقى سويت ما كاينش معاينة بدون تصويت كاينش تصويت كاين قانون وعرفت خليني نكمل واحد الجواب كاين قانون ديال التصويت ما حتى كاين قانون باغي تسين معاينة باغي تسند وعلاش ما بغيتيش تسند غير علاش ما بغيتيش تسند علاش يجتمع المجلس ديال المعاينة يجتمع المجلس لاتخاذ المقرر يجتمع المجلس للمصادقة وفي نوادر أخرى أن قرارات المجلس كلها تتخذ بالأغلبية وبالتصويت علني وذلك برفع اليد هكذا وضحها المشجع وحدة ثانية حينما يقول المشجع يجتمع المجلس المعين كيف يعين المجلس؟ دابا حنا ما متفقينش معكم واش غتلزمني بالرأي ديالي؟ لا ما تسمح لي نكمل الله يجزيك إذا المجلس السيد العامل رسمك قال لك بأنه يجب أن تعتمدوا على التصويت واش السيد العامل ما فاهمش القانون؟ ياك راسك العامل
وقال لك بان راه المقترح المتخذ غير صحيح، يجب ان تعتمدوا على التصويت، وهذه هي الاليه المعمول بها. المجلس ما يمكنش غادي ياخذ مقرر الا ما كانش فيه التنوع الديمقراطي. احنا باش نعاينوا نعرفوا شكون اللي كيعاين متفق ونعرفوا شكون اللي ما متفقش. مي كيقول يصادق المجلس، واش كيقول بالتصويت؟ يصادق المجلس، يقرر المجلس، يعاين المجلس. لذلك المعاينه تتم بالتصويت وذلك برفع اليد. واليوم حنا لم نتهمك بالتصوير السيد الرئيس، عندنا جوج المحاضر كتقول كتقول باننا انسحبنا قبل المعاينه. عيتي الى عيتي قلت لك السيد الرئيس ما بيناش القضاء، قلت صح المقرر، صحتي المقرر، درتي بانه عاين المجلس، عيط لك قلت لك السيد الرئيس حنا ما عايناش معاكم، غدير بانه عاين المجلس. المعاينه غتقول عاين 14 عضو فلان 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 بان السيد كان يغدير، واسمح لي كان كيطري بدون عذر، وبان 16 هم فلان فلان كيعاينوا بان السيد كان يقدم الاعتذارات. هذه هي المعاينه. وعيطت لك وقلت لك قلت السيد الرئيس غنمشيو للقضاء، قلت لي انت راه الناس اللي معايا ما بغاوش، قلت لك السيد الرئيس انت اللي كتوقع، انت وكاتب المجلس، انتم اللي عندكم مسؤوليه، اما الناس اللي ما كيوقعوش ما عندهمش مسؤوليه ما خصكش تسمح فيهم لان ما عندهمش مسؤوليه. وقلت لي قلت لك غنمشيو للقضاء، وفعلا مشينا للقضاء وغندافعوا على هذا الحق، لانه كنعتبروا بان كازمتنا واحد الشيء اللي حنا غير معنيين به وهذا غير صحيح. سيدي هذا دقيق انت سيدي ما فيهاش تصويت. هذه اولا ما تعداش مجلس تبدي ان انتم سيد المستشار قائم ديال اسبانيا نقدروا نديروا فوره الباسبور ديالو الا كان هنايا تامن تنزل زيد انت من عيتي ليا ما قلتي لي قلتي لي راه قرر دار المجلس ما حنا ما انسحبناش انتم كنتوا غادي تنسحبوا انا قلت لكم باقي من الوداد كاين بقيه ولاء وشغل ورجعتوا سيد المدير ولا سيد اللي حرر الخطا ذاك سميتو صحح ودابا كتهمونا بلا زور راه هذا كيزور ما كيديرش جلسه على جلسه مفتوحه انت قلت لي قلت لك السبعه الاداره ما كيديرش المجلس هذا انت احنا مشينا للقضاء ندافعوا على حقنا واش حقنا واش حقنا المحكمه تنصف ليا انا ما نتفقش معاك فاقول انا فاش غادي نس انا كنعتبر فاش غادي نس مازال عضو علاش عضو علاش عضو انا عضو ما درنا كان كيصيفط لك لاخر الاعلى الاعلى بالنسبه للعذر المجلس هو اللي له الصلاحيه يقرر ما يشاء واش واش سنة تستوعب عليك الى اللي كتقدم بها الاعتذار تستوعب عليك انا داخل نظام لا 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 قالوا لي وقيل ما تستوعب عليك باش تقول لي 47 باش كتقول لنا بان غير فلان وفلان ياك او لا ديك الماده كاع اللي اعتمدت عليها النقاش شنو كيقول يجتمع المجلس المعاينه ياك ما كيقولش تصويت ومن كيقول لك يقدم العضو يعرض الرئيس في بدايه الجلسه الاعتذارات المتوسطه في الانهاء ياك وبعذر يقبله المجلس هذا عذر يقبله المجلس علاش كنتي عطيها التصويت انا ما عنديش عذر غير في السؤال انا ما عنديش عذر اول عذر اول عذر وغير تصمت الا ما كانش من دون غني هير كتقول لي شكون اللي كيسوق على هذا العذر واش كاين في القانون بان خصنا نصوتوا على هذا العذر واش نقول ولا ما نقولش واش كاين تصويت العذر يقبله المجلس للمبررين يقبلوا المجلس واخا شوف واش كاين بالتصويت ما كاينش بالتصويت باش هذا العذر يبان باش المبرر باش والمعاينه باش يا لا بمعاينه باش لا انا كنت شوف راه شوف انا كل شيء ايوا سي الرئيس سمحتي تدعوني معك دابا خصني نقول انا نعتذر لك لاننا نتحدث خارج نطاق جدول الاعمال المخصص لهذه الدوره ولكن التفاعل خارج لا غير وقت النظام ماشي انه غادي ما نجبدوش الدوره ديال سميتو وقت النظام لا علاقه في وقتاش عندنا الحق ما دخلناش الدوره في وقتاش عندنا الحق ندخلوا في نقطه النظام التفاعل مع متى خمسه الحوايج عرضها عليا في وقتاش عندنا
ماده 28 اش كتقول؟ يا واش علاش كتقول نقص؟ حاولت تسيير المناقشه، حاولت تسيير المتعلق بالدوره المناقشه طبيعه القانون هذه حنا ما كنجبدوش، حنا جبدنا جدول الاعمال، ولكن حنا كنهضروا على اكتوبر، حنا كنهضروا على اكتوبر حسب مقالفة دورة اكتوبر قلنا لها في القضاء حنا ما خصناش نتكلموا، ولكن حنا ماشي خايفين. ايوا سي بون ديالك تكلمت شوف منين تكلم؟ قلت لك ما الرئيس ما سمعش عليه. ديما هذا الحوار هذا النقاش هذا التداول المسؤوليه اللي وضعوا غير جدول الاعمال، هذا هي نقطه بيضاء من الاخيره. ما ماشي 19 شكون هنايا؟ الله يسمع 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 تهضر بان المقرر المكتب المسير هو اللي كيسير هو اللي كيقرر ايوا خلي انت اللي كيقرر باش كتقول لك اخويا كتقول لك 32 غير شوف انا التفاعل ديالي انا باش نصحح القانون ضد التكوين سماعك الماده 38 تقول بتعاون وليس وجوبا ولكن زمن واش بتعاون عرفتي شكون الاعمال اللي بغا يديروا الرئيس يضرب لك كامل عنده الحق شوف كمل هو والله ما مخلوفي هو الذي من عليه الدور شوف اسمع ايوا استنى كذب ادب الحوار اصاحبي شوف انت تخليك بالعدل اعطيك بالعدل خلينا كهضرتي على خبر سيد الرئيس هاد الناس كيهضروا على النواه القانونيه وما ما كنا فاهمينهاش الماده 67 هي التي تتحدث عن الاقاله ديال العضو يجب وجوبا على كل عضو في المجلس ان يحضر الدورات طبعا انا قلت هذا سميته بمصطلحات اخرى ولكن تصب في نفس المعنى وجوبا خصو يحضر ثلاث دورات في العام وكاين دورات استثنائيه الممثل الى ما حضر ثلاث دورات قرب ثلاث دورات متتاليه او خمسه بصفه متقطعه يعتبر مقالا بحكم القانون مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعايده هذه الاقاله لكن ما احنا نوقع في الشرع شرع اجتمعنا فقط للمعاينه وليس للتسويق انا اصلا مقال بحكم القانون لماذا؟ لأنه تغيب أربع دورات متتالية. كيفاش نصوتوا؟ أنتم كتقولوا صوتوا على العذر، السيد الرئيس لم يقدم الأعضاء التي قدمها السيد العضو الذي يعيش في إسبانيا ويعمل هناك. كتفهموا بلي أنه نكر عليكم مكذب، اتهمته بالكذب. لأنه لم يقدم وسيلة قانونية. مع إيميل الجماعة واش الرئيس كيفتح إيميل ديال الجماعة؟ واش الرئيس راه ما عندوش شي شغل يقابله هو الواتساب وقتاش دخل؟ الوسيلة القانونية لتقديم الأعضاء كما داروا هاد الناس. شهادة طبية تجي سجلها بالضبط وديك الساعة نقول لكم شنو كاين لكم الصلاحية تصوتوا بقبول المقابلة المبرر أو غير قبولي أما ذاك النهار السيد عايش في إسبانيا وهو أصلا ما عرف حتى الدورة ديال سميتو ديال المجلس وقتاش تنعقد وتقول لي أنت راه كذا وكذا راه السيد قدم الأعضاء ما قدمش الأعضاء أعضاء غير قانونية وسيلة غير قانونية اللي بغى يقدم العضو كما داروا هاد الناس هذا هذا من جهة شوف هو سيرت العام يقول لنا شوف شوف كاين واش كاين في القانون المنظم طريقه تقديم الاعداء يمني شي ماده يمني ما حتى يا شباب انتما ما تمشيش في الماده كذا الاعداء يجب ان يكون كيما اشوف هذا 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 العامل شنو عيقول شي نقطه العماله كان من مره دارت حاجه والقضاء قال حاجه اخرى ولا صور ولا نماذج يعني حنا في القضاء والقضاء حكم رفض لكم اصلا القضاء الحكم الابتدائي رفض لكم الطلب علاش لان اخلاقيات ماشي مزور سيد الرئيس دابا غادي هاد الزول اللي كيتهنى بي انا غادي نوجهو رساله هذا الزور هو يسالني رساله عفوا شوفوا المزور الحقيقي القضاء ينظر الى جميع المواد المذكوره في القانون التنظيمي بناء على الماده 270 بناء على الماده 270 القانون التنظيمي 13 14 تنص ماده صريحه ان الممثل ديال الناس خص يكون حاضر معاهم
في السراء والضراء، يعيش بيناتهم، إذا جا الشتا يكون معاهم، إذا جا الرياح يكون معاهم، يمثلهم، هو إنسان عايش في الخارج، أنا عيب، أنا والله لو كنت أنا لا تردوني سيخليني كما هذا بالنسبة للتصوير الذي يتهمون به حقيقة، التصوير الحقيقي ما بغيتش نخش حوايج، أنت اللي وقعتي فيه، أنتم اللي كنتوا توقعون شواهد إدارية خاصة بالتعمير غير قانونية، وأما لم تكونوا ترسلون شواهد السيد عنك، هذا هو التصوير الحقيقي اللي خصنا هذه هي الحقيقة اللي خصها تقال، وقلتها ولا وحنا حنا في القضاء نحن معك الى ان نموت عرفتي ما بقاش تهمو الناس تروح ما كنظنوش باش المشكليه لان ها الله يطول في العمر لان تحتاج في المسيره طويله حتى حنا حتى حنا محتاجين بقى معنا والحمد لله نحن في دوله المؤسسات عندنا مؤسسات القضاء سيقول قد كلامه غادي نمر نقعد شويه على بعضكم لا سي ابراهيم لاباس عليك.